السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الزون في برنامج الاوتوكاد. هاجي هنا اقول له انا عايز زون، تبدأ ترسم الزون بتاعتك. طبعا هو بيعمل تجاذب مع الجريد، لو عايز يتحكم اكتر في الموضوع دوت تيجي تقول له انا عايز اعمل تجاذب مع الجريد، مع الالاين، مع السنتر، مع اللاينز، زي ما انت عايز. او انت عايز تخرج من الامر بتدوس اسكيب. تمام. لو عايز تتحكم بقى في موضوع الجريد دوت، هتيجي هنا في ديسبلاي سيتنج وتقول له انا عايز الخلفيه مثلا جراوند بلان، مثلا عايز الجريد اكس والجريد واي يبقى مثلا 2000. ممكن لو دوست القفل دوت يبقوا بيكبروا ويصغروا مع بعض. زوم تو فيت، هتقدر تتحكم في الاكس والواي والزد، الماكسيمم بتاعهم قد ايه والمينيمم بتاعهم قد ايه، وتقدر تقول له انا عايز ازود الجريد بشكل دوت او اقلل. والسيتنج هي نفس الاعدادات اللي موجوده هنا، يعني الجريد سايز قد ايه تقدر تعدل فيها، تخليها مثلا 500، والجريد اكستنت المينيموم والماكسيمم بتاعه قد ايه، والشكل نفس الاعدادات اللي موجوده هنا هي اللي موجوده دلوقتي. بقى المسافه بينهم 500، الاول كان 2000. وبعد كده تقول له النورث عايز يظهر معاك ولا لا، دي علامة النورث اهيت. الاكس ديستانس المسافات بين الاكسات عايزة تظهر ولا لا. ترانسفورمر اورجن اللي هي ديت اللي هنقلها من خلال ديت، فتقدر تتحكم فيها هل عايزة تظهر معاك ولا لا. تمام. نيجي هنا تاني البوينت سايز، لو انت عامل بوينت، كل دي حاجات ظبط الفيو بتاعك بحيث ان انت تقدر تشتغل على الزون باسلوب افضل. لو انت عايز تغير خلفية مثلا تحط خلفية، فممكن تقول له مثلا عايز شو ان الاديتور تظهر الصورة اللي اتحطت دي تظهر في الاديتور بس، ولا تظهر في الاوبن جي ال، ولا في السان باس، ولا في الجراف، تختار اللي انت عايزه. وبعد كده تحمل اي صورة انت عايزها. هو بيبقى صورة بي ام بي وجي جي اي اف وجي بي جي، اعتقد عندي صورة. ممكن نختار مثلا اي صورة، اختار دي مثلا اعملها فيت. تمام. هتظهر معاك هنا. تمام. بحيث ان انت لما تدخل في الفيزواليزيشن هتظهر معاك الصورة. هو عمل لها شد. تمام. للصورة عايز تخفيها هتقول له شيل الصورة ديت. وهتلاقي هنا بعض الادوات زوم ويندو. تمام. عشان تعمل ويندو يعمل لك زوم على الجزء دوت. فيت جريد تو اوبجكت هيظبط لك الجريد على الاوبجكت بتاعك. زوم تو اوبجكت لو انت عامل سيلكت على اي عنصر هيعمل لك زوم عليه. زوم تو جريد هيعمل زوم على الجريد. اوكي. دراج جريد اكستنت ده بيديني ان انا اشد الجريد بشكل دوت، فاقدر اتحكم فيه بسهوله اكتر. اخر حاجه ان انا انسخ الصوره ديت للكليب بورد، ممكن انسخها او اطبعها او اسيفها كملف. تمام. انا دلوقتي هاجي هنا واقول له كوبي تو بيت ماب، وافتح الرسام. الرسام اللي هو بيلد اهو. تمام. فياخد الصوره ويحطها لي ابدا اشتغل عليها. تمام. طيب ندخل بقى في الزوم مانجمنت. بتلاقي هنا لون الزون، يعتبر زي الليارات بس هو المختلف اللي هو السيرمال. تمام. اقدر اعمل جروب لي لو في عندي مجموعه من الزونات، فاقدر اعمل لهم جروب مع بعض. بان انا هاجي هنا وادوس رايت كليك واقول له اد زون تو جروب نيو جروب، وابدا اعمل مثلا جروب 1، فتبقى محطوط فيها زون 1، بحيث يبقى عندي كذا 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 زون في نفس الجروب، فبقى منظمهم مع بعض. تمام. طيب ممكن ندخل هنا في زون مانجمنت. تمام. وشوف بقى الزونات، ممكن يكون عندك اكتر من زون. اي زون انت ترسمها بتبقى موجوده هنا، تقدر تشوف بقى ايه الخصائص بتاعتها. ديسبلاي شادو هيبقى شادو مثلا الالوان بتاعته ايه الخاصه بالزون ديت. ريفليكشن كلر تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. الانترنال ديزاين كونديشنز تبدا تشوف الكلوزنج، الاير سبيد، اللايتنج ليفل، الاشغاليات. تمام. البيبول عدد الاشخاص اللي موجودين، مثلا هل هو اوفيس مثلا، فيبدا يعمل الحسابات بتاعته. الانترنال جاين
اقدر ادخل هنا واقول له مثلا انا عايز اعمل سكادول جديد، وتقول له مثلا الساعة مثلا 12 عدد اللي شغال مثلا 20%، الساعة 1 شغال مثلا 20%، الساعة مثلا 4 هيبقى مثلا الاشغال 80%، وهكذا بتبدأ تشوف الاعداد بتاعتك وتظبط السكادول بتاعك. وهنا الكالر بتاع الاشغال اهوت، ده ستاندرد ويك داي، ستاندرد ويك اند، تبدأ تشوف الالوان اللي انت عايزها. تقدر تقول له ابلاي كلوز، دي تبدأ تظبط السكادول حسب المشروع بتاعك. الثيرمال بروبرتيز تبدأ تحدد الويك داي مثلا العادي بتاعك ان انت تشتغل من الساعة كام، مثلا الساعة كام تشتغل كده. الويك اند العادي بتاعك مثلا انت ما تشتغلش خالص، فتبدأ تشوف الاعداد اللي انت عايزها، ايه هي حدود الراحة بتاعتك اللي انت عايزها من 18 مثلا ل 26، ده الناس هتكون مستريحة فيه. السيستم هل هو ناتورال فنتليشن ولا ميكس ولا هيتنج ولا كولينج. وبعد كده تظهر لي المعلومات الخاصة بالزون ديت. الزون دي برضو ممكن نيجي هنا نشوفها في الفيجوال بالشكل دوت. ممكن انا هنا وانا في 3D اديتور اضيف مثلا كاميرا، اضيف سبيكر، خلينا نضيف كاميرا مثلا. تمام، لو دخلت هنا في الفيجوال هلاقي ان هو ضاف لي كاميرا اهيت. تمام، لو انا جيت هنا وعدلت الرؤية ورحت للديفولت ورجعت، هلاقي ان التعديل اللي انا عملته ما تسيفش. عشان يسيف لازم اجي هنا واقول له ابديت كاميرا شينج، تمام، او اعمل كاميرا جديده. تمام، فهو كده هيحفظ لي اللقطه ديت، بحيث ان انا لو جيت هنا في الديفولت ورجعت هتلاقي اخر لقطه اتسيفت معايا. طبعا ممكن تدخل في الخصائص هنا وتعدل الخصائص بتاعت الكاميرا. هنا في الاناليسيس بلاقي تحليل للثيرمال اناليسيس، السولار للماتيريال، لكل المعلومات الموجوده في المشروع. ماتيريال كوست، لو انا مدخل الكوست في الماتيريال هتبدا تظهر معايا هنا. الريسورسز، الحاجات الخاصه بالاصوات هيبدا يحسبها لي.